ينضم معنا من اسطنبول الباحث السياسي الليبي مصطفى الساقزلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية نبدأ سياسيا، لماذا فشل مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع قرار يطالب بوقف القتال في ليبيا؟ شكرا. بالنسبة لموضوع مجلس الأمن، طبعا هناك بعض الدول المعارضة للقرار المقترح من بريطانيا، وهي بالدرجة الأولى روسيا، ويقال كذلك أمريكا وفرنسا. ترى في أنها في القرار كان في صيغة تنديد بتحركات حفتر ولم تقبل بهذا السياق. طيب، يعني واشنطن بوست أيضا قالت أن ترامب خالف السياسة الأمريكية مجددا بإشادته بخليفة حفتر، كيف تقيمون هذه الخطوة، لا سيما أن اللواء المتقاعد يهاجم حكومة معترفا بها دوليا؟ نعم، هذا أمر مستغرب. السياسة الأمريكية داعمة لحكومة الوفاق، وقد خرج وزير الخارجية منذ بضعة أيام وأكد على دعم الخارجية الأمريكية لحكومة الوفاق، أنها الحكومة الشرعية. فاتصال ترامب لم يتضح ماذا حدث بالتحديد، ما كان فحوى ذلك الاتصال، ولكن هو يعني معنويا يعتبر دعم لهجوم حفتر على طرابلس بشكل أو بآخر بحجة مكافحة الإرهاب. فيعني يبدو أن في تضارب في السياسة الأمريكية بين السياسة الخارجية وبين البيت الأبيض. هل يمكن وصف المواقف الدولية الضعيفة تجاه حفتر بمثابة ضوء أخضر لسيطرته على البلاد؟ يبدو أن جزء من المجتمع الدولي يرى في عودة الاستبداد والسيطرة على ليبيا كما حدث في مصر وكما يحدث في سوريا، هو يعني بالنسبة لهم أفضل لمصالحهم وأفضل وجودهم في المنطقة، ويعني جزء من الثورة المضادة التي لا ترى أن من حق شعوبنا التمتع باستقلالها وبالديمقراطية وبالحرية. فوجود عسكريين مستبدين يحكمون الدول يعني أسهل في بالنسبة لهذه الدول ذات العقلية الاستعمارية في يعني امتصاص حيراتنا وثرواتنا، ويعني التعامل مع مستبد يأمرونه فينفذ أسهل من التعاون أو طيب التعامل واشنطن مع الشعوب. واشنطن ولندن تدعوان لعملية سياسية في ليبيا، كيف تنسجم هذه الدعوات مع واقع مضطرب على الأرض؟ يعني هل ستجد هذه الدعوات أي صدى، ومن هم المشاركون في هذه العملية السياسية؟ أكيد يعني هذه في الوقت الحالي لن تجد أي صدى، فأصوات المدافع والطائرات والقتلى من الطرفين ستغطي على أي مبادرة مثل هذه المبادرات. لو كانوا جادين في هذا الأمر فعليهم أن يقفوا ضد اعتداء حفتر، فهو المعتدي. كنا على وشك الذهاب إلى مؤتمر جامع لحل المشكلة الليبية من كل الأطراف، يعني فجأة حفتر يعني قلب الطاولة على الجميع. فإن كانوا صادقين فعليهم أن يقفوا يعني موقف موحد للمجتمع الدولي ضد هذا الاعتداء على مدينة يقتل أكثر من 2 مليون نسمة. من الناحية الميدانية هنالك معارك عنيفة بالقرب من مطار طرابلس، ففي وقت ارتفعت فيه أعداد الضحايا إلى 220 قتيلا وأكثر من 1000 جريح، هل اقترب الحسم لأحد الطرفين هناك أم لا؟ تم صد اعتداءات حفتر على مدينة طرابلس من عدة محاور، وقواته تتكبد خسائر ضخمة والكثير منهم يقع أسرى، فهو يزج بشباب صغار السن من المنطقة الشرقية ومن المناطق التي يسيطر عليها في يتون هذه الحرب. لكن وضع المدافعين ممتاز جدا، فهم يعرفون مناطقهم ويدافعون عن أهلهم وبيوتهم. فالوضع على الأرض يعني حفتر يتقهقر، وكان يتوقع أن يسيطر على طرابلس في أيام معدودة ظنا منه أن لديه دعم شعبي، ولكن الآن تقريبا وصلنا لما يقارب من 20 يوم ولم يحقق شيء من أهدافه. حكومة الوفاق الوطني هل تلبي مطامح الشعب الليبي كلها أم لا؟ بكل تأكيد من الصعب تلبية مطامح الشعب الليبي بالكامل، ولكن هي حكومة توافقية حاولت إرضاء كل الأطراف، ليست بالحكومة القوية، ولكنها يعني
على الأقل الحكومة للسلام ولتوحيد ليبيا وتحاول تستوعب كل الأطراف، عكس مشروع حفتر اللي هو مشروع عودة الدكتاتورية وعودة العسكريتارية وعودة طغيان إلى ليبيا. فحكومة الوفاق نوعا ما هي حكومة توافقية، على الأقل غالبية الشعب الليبي يرى من خلالها نور في 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 نفق مظلم يعني. طيب، بعد تراجع فرنسا خطوة إلى الوراء، ما هي السيناريوهات للحل في ليبيا؟ هو الحل لابد أن يكون يعني بلحق قوات حفتر على مدينة طرابلس، وعلى أقل تقدير رجوعه إلى يعني الأماكن التي كان فيها قبل العدوان الأخير. ثم هذا دور المجتمع الدولي والدور الكاريبيين كذلك أن نجد حل لهذه المعضلة، والحل لن يكون بكل تأكيد بأن يعني يرأس حفتر ليبيا أو يقود ليبيا دكتاتور جديد. الباحث السياسي الليبي مصطفى الساقزلي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.